نعم، بكل تأكيد. بعد منتصف ليلة أمس كان هنالك انفجار ضخم هز قاعدة كالسو يعني في محافظة بابل نعم جنوب بغداد، وبالتالي أدى هذا الانفجار إلى يعني حدوث إصابات سبعة من المتواجدين هنالك واستشهاد أحد الأشخاص. هذه القاعدة يتواجد فيها قوات الحشد الشعبي وكذلك أيضا القوات الحكومية العراقية مشتركة، وبالتالي هي تعد قاعدة حكومية عراقية بعد أن كانت هذه القاعدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أبان 2003 ولحد فترات من يعني العقود الماضية. بالتالي هذا القصف لحد هذه اللحظة هو قصف مجهول لا يعرف طبيعته حتى هذه اللحظة، على اعتبار البنتاغون صرح بعدم استهداف أي مكان في العراق ولا خروج لطائرات بالعراق. كذلك بعض يعني المتواجدين في الحادث أكدوا أنه حدث انفجار دون معرفة الفاعل أو التفاصيل، لكن كان هنالك انفجار ضخم جدا أدى إلى يعني إصابة سبعة أشخاص، وأيضا انفجار أكسدة العتاد المتواجدة هنالك، حتى الأضرار المادية والأضرار التي خلفها في المكان هي أضرار كبيرة لا تنم على أنه هناك طائرة مسيرة قصفت، بل لحد هذه اللحظة الموضوع مجهول من قبل الجميع، إلا من لديه الخبرة بهذا الموضوع ومن لديه التفاصيل خصوصا القوات الأمنية ومحافظة بابل. نعم معتز، كما ذكرت هذه القاعدة يتواجد فيها قوات الحشد الشعبي وقوات الحكومة العراقية، ماذا عن ردود الفعل حيال هذا القصف؟ بكل تأكيد لحد هذه اللحظة لم نرى ردود فعل قوية، لا في بيان مقتضب لهيئة الحشد الشعبي قال فيه أن هنالك انفجار وهذا الانفجار أدى إلى إصابة سبعة أشخاص واستشهاد شخص، ولحد هذه اللحظة لا يوجد يعني تفاصيل أكثر على الحكومة، والمفروض هنالك بيان واضح وصريح يوضح ما ملابسات هذا الموضوع، لكن بكل تأكيد لجنة تحقيقية موجودة للبحث في ملابسات هذا الحادث نعم ومعرفة التفاصيل وإبرازها إلى العلن. في كل مرة يتم هنالك لجان تحقيقية، إلا أن اللجان التحقيقية لا تأتي بثمارها بكل تأكيد على اعتبار تعود العراقيون على هذه اللجان. أيضا البنتاغون قال لم نقصف، وهذه التفاصيل كل ما يتعلق بالأمر هو يعني لحد هذه اللحظة غامض، ننتظر نعم تفاصيل أكثر من قبل الحكومة العراقية حتى تبين وقائع ملابسات حادثة يوم أمس في محافظة بابل إلى الجميع وإلى وسائل الصحافة. نعم من بغداد مراسلنا الزميل معتز أيوب، لك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وعلى مداخلتك معنا.